عنده حق طبعا. انا بصراحه لو مكانه مش هبص في وشك تاني. ايه بابا بس لو بلا بابا بلا زفت بقى. هو متجوزك عشان موضوع الطرحه تقوم انت تقلعيها من ورا؟ ما هو حضرتك شفتني لما قلعتها اول مره وبرضه ما قلتليش اي حاجه. عشان كنت فاكر ان انت ومحمود متفقين على كده. وبعدين انا مربيكم كويس ومتاكد انكم عمركم ما هتعملوا حاجه غلط. وانا وزين عمرنا ما عملنا حاجه تضر حضرتك. بقى يبقى مكتوب كتابك وتتفق على الطلاق من ورايا وكمان بتقلعي الطرحه من ورا جوزك؟ عارفه ده معناه ايه يا هانم؟ معناه انك مالكيش كبير. يلا اتفضلي على اوضتك وانسي موضوع الطلاق ده خالص. ايه بابا بس اتفضلي اطلعي، مش عايز اسمع ولا كلمه. يلا يلا امشي من قدامي. استغفر الله العظيم يا رب. انا فكرت زي يسرى بالظبط، انا حتى خفت اقول لجوزي، خايفه لا يكون اللي بيهددنا هو اللي عمل كده في الاتيليه. حلوه تمام قوي كده. انت تطلعي دلوقتي على اداره الكومباوند وتقدمي شكوى في الامن وتقولي ان انت حاسه بالخطر على حياتك، وتقولي كمان ان الامن مش شايف شغل. بس كده حسام هو اللي هيتاخد في رجلين. مش حسام ده اللي بيدور لكم على غلطه من اول ما جه من ساعه قضيه سمير؟ ايوه. خلاص لما يتجازى او يتخصم له هيخليه ما يعملش كده تاني، ووقتها هيبقى بقى انت والبنات الموضوع رايح فين. سوي انت يا اشرف. يلا اطلع على الاداره دلوقتي قدم الشكوى، وهو الصبح لما يجي كده يلاقي حبل المشنقه متعلق له هيخليه يبعد عننا، ويقول لجوزك عادي اللي حصل يعني. تمام. هو ده الاتفاق اللي اتفقنا عليه يا نصر؟ على ايه يا ام؟ ما تستعبطش، انت عارف انا بتكلم على ايه. مش عايز تحبها ما تحبهاش، انما ما تطلقهاش. هي راحت تعيط لك؟ ايه تعيط لك دي؟ انت بتعاملها كخدامه ليه؟ ما تتكلم عادل. والله ياما هي اللي خلتني افكر فيها بالطريقه دي. وبعدين انا غلطت عمر ياما ان انا اتجوزت البنت عيشه دي. لا دي غلطتي انا اللي غصبت على ابوك من كام سنه يقعدك هنا وانت خارج من السجن. وليه ياما السيره المنيله بقى دي؟ وبعدين من امتى يعني البنت عيشه كانت حبيبتك؟ حبيبتي ولا مش حبيبتي؟ بص انا بتخنق من زنها لكن ما يصحش، دي بنت اختي وانا اللي مربياها، وانا ما يرضنيش القهره اللي هي فيها دي. بصراحه ياما بقى احنا الاثنين ما ننفعش لبعض. لا يروح امك، الكلام ده كنت تقوله قبل ما تتجوز مش دلوقتي. يعني ايه؟ يعني زي ما قلبي رق عليك ودخلتك من باب الجنه، حياه النبي لا احرمك منها ولا شممك ريحتها ولا دخلك بابها. ابقى ذكر بقى وابعت لها ورقتها. ده تحديد لرجولتي يا اما، ها؟ تحديد لرجولتي. مش عيشة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ كويس الحمد لله؟ وماما وبابا كويسين؟ طب الحمد لله. ايه يا محمود الكلام اللي انا سمعته ده؟ طلاق ايه وكلام فارغ ايه؟ انتوا اتهبلتوا انتوا الاتنين؟ لا 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 الكلام مش هينفع في التليفون. ممكن تفضلي نفسك بكرة الصبح؟ خلاص اتفقنا، مع السلامة. ممكن تفهميني ده ايه ده ان شاء الله؟ مالك محسساني انك متفاجئة قوي كده يعني؟ يعني عشان قلت لك روحي سابق امورك، ما قلتلكش روحي اتفقي على الطلاق. بصي ما بقتش فاهماكي. من فترة اتفقنا اننا نعمل هولد لكل ريليشن احنا فيها، والهولد ده معناه ان الريليشن تنتهي بشكل تدريجي. ايه بقى؟ لا انا قلت لك كده عشان ما كنتيش بتحبي محمود. ثانية واحدة بقى، هو انت اللي طلبتي الطلاق ولا هو قرر كده من نفسه؟ عادي يعني مش فارقة. لا فارقة، لا حضرتك فارقة، ده لسه امبارح بقول لك انك تبقي متجوزة حاجة وانك تبقي متصاحبة حاجة تانية خالص. هو انت ما عندكيش دم ما تردي. بقول لك ايه؟ ممكن نبطل كلام بقى؟ وبعدين بابا هيقعد معاه بكره الصبح. خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ايه القرف ده؟